اتفضل. الكاميرا ديت صنعت سنة 1840، ودي كانت مخصوصة للمساحة، كانوا بينزلوا بقى على الطبيعة ويصوروا بها الأراضي. بناء على التصوير دوت كان تنشأ الخريطة الأرض اللي قاموا بتصويرها على الطبيعة. نفس الكاميرا نفس الوظيفة دي هي وظيفة الكاميرا دي. دي اول حاجه هيئه المساحه. اول حاجه اول حاجه اول كاميرا تستخدمها هيئه المساحه. حضرتك فيها يعني فيها امكانياتها موجوده. يا ريت نشوف اللي جواها ايه. يعني لو انت جيت بصيت هنا اهو، هنا بتتحط الشبنات، هنا بتتحط الشبنات، وهنا في ده قضيب بتخرج منه الكاميرا. الكاميرا بتخرج منه بتطلع من هنا كده على القضيب دوت، وهنا بتتحط الشبلونه او الفيلم اللي بيصور بيصوره. تمام.